السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. نعتذر أشد الاعتذار عن الانقطاع في الفترة السابقة، حيث أننا في موسم السدر. موسم السدر كما هو معروف لدى الجميع من أهم المواسم في اليمن وفي بعض دول الخليج وبعض الدول العربية، فاعذرنا عن عدم تقديم أي محتوى يخص تربية النحل. في هذا الفيديو المهم سنتطرق إلى أهم المواضيع في تربية النحل، وهي الغذاء الملكي. هل يمكن أن نحصل على غذاء ملكي دون تيتيم الخلية؟ سؤال مطروح. نعم نستطيع ذلك. ما هي الطرق وما هي الوسائل وما هي الإمكانيات التي نستطيع من خلالها أن نحصل على الغذاء الملكي بوفرة كبيرة ودون فقدان للملكة؟ موضوع يتطرق إليه الأستاذ الفاضل الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم. أخي الكريم، بالنسبة لسؤالك عن كيفية إنتاج الغذاء الملكي بدون التيتيم، يعني ما بدنا نخسر الملكة، الملكة بدها تظلها شغالة في الخلية، وبنفس الوقت بدنا نأخذ غذاء ملكات. العملية مش سهلة، وربما يعني شرحها يكون أصعب من تطبيقها، لكن في هناك شرطين مهمات جدا لتطبيق هذه الطريقة. الشرط الأول إنه بيكون في عنا خلايا من طبقتين، وهذه الخلايا فيها كثافة نحلية عالية. الشرط الآخر بدنا يكون في عنا مرعى، ما بدنا نقول مرعى ممتاز، لكن على الأقل بدنا يكون في عنا مرعى جيد. إذا توفر هذول الشرطين ممكن إنك تنتج غذاء ملكات بدون اللجوء إلى تيتيم الملكي. والعملية بتتلخص كالتالي: أولا بدك تركب حاجز ملكي وتحجز الملكة في الطابق الأول، يعني في صندوق التربية. إذا كان في عندك مثلا قطع، ممكن تجيب قطعة خشب بمساحة نفس مساحة الحاجز الملكي، وبتعمل في الوسط فتحة فيه تقريبا يعني حوالي 20x20 أو 25x25، يعني بهذا الحدود، وبتحط هذه القطعة فوق الحاجز الملكي. يعني هاي الخشبة بيكون تقريبا سماكتها 2 ملي 3 ملي، نسميه احنا الابلكاج، فبتحطها فوق الحاجز الملكي ثم بتركب العاسلة فوقها. بهذه الحالة بيكون احنا حجزنا الملكة بصندوق التربية، وفوقها حاجز ملكي، وفوق حاجز الملكي هذا اللوح الخشبي هذا، وهذا اللوح الخشبي يعني بيعمل على شعور النحل في الطابق العلوي أو الصندوق العاسلة، بيشعر النحل في باليتم. فالمرحلة الثانية، إذا كان في عندك يعني أقراص فيها حضنة بيكون أفضل. إذا ما كان في عندك أقراص فيها حضنة، بتأخذ قرصين من الحضنة المغلقة وبترفعها لصندوق العاسلة، وبتنزل مكانها قرصين يكون فيهن أقل شيء، يعني أقل شيء يكون فيهن عسل حتى الملكة تبيض فيهن، يعني يكون سهل على الملكة أنها تبيض فيهن. طبعا في اليوم الأول هذا الإجراء رايح يحمل إرباك للنحل، وبده وقت حتى يعرف كيف يطلع وكيف ينزل على من صندوق العاسلة إلى صندوق التربية وبالعكس. في اليوم الثاني بكون النحل يعني اعتاد على المرور من الحاجز الملكي، وتعود على يعني على عملية الصعود والنزول، وبكون يعني هدي شوي. في اليوم الثاني أنت بتكون محضر الكؤوس الملكية، ومع حامل الكؤوس الملكية بكون في عليه إما 3 سبابات أو 4، وبتركب عليه الكؤوس الملكية. فممكن إنك تحط مثلا على الحامل هذا 60
كأس ملكي ممكنك تحط 70 كأس ملكي حسب ما بدك. ففي اليوم اللي انت يعني ثاني يوم بتيجي على النحل وبدك تزرع او بدك تنقل يرقات من عمر تقريبا يعني يوم او اقل من يوم الى الكؤوس الملكية. بداية انت يعني بدك تدخل هذا حامل الكؤوس الملكية على هذه الخلية، فانت بترفع اطار واحد او قرص واحد من الخلية وبتكته من النحل، وهذا القرص ممكن انك تنقله على خلية ثانية اذا عليه تغذية مثلا، بتشوف اذا في عندها خلية جعانة او في عندها نقص في التغذية ممكن انك تنقل هذا القرص الها. وبتنزل حامل الكؤوس الملكية على هذه الخلية لمدة ساعتين او 3 ساعات حتى النحل يصقل هذه الكؤوس الملكية ويأخذ رائحة الخلية. بعد ساعتين او 3 ساعات يعني تستخرج هذا حامل كؤوس الملكات، وبتكون انت في محضر مسبقا يعني، او انت يعني معين قرص على حضنة صغيرة يعني ممكن يكون عمرها ساعات، انت يعني وخبرتك او انت ومقدرتك في نقل اليرقات. فإذا كان في عندك القدرة أو المقدرة أو عندك نظر ما شاء الله يكون كويس، فممكن إنك تنقل يرقات مثلا عمرها 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات. إذا ما كان يعني أنت ممكن إنك تنقل يرقات عمرها يوم، فبتنقل هذه اليرقات. في عندنا طبعا طريقتين لنقل اليرقات، نسميها التطعيم الجاف والتطعيم المبتل أو المبلل. فإذا بدنا نستخدم طريقة التطعيم المبلل ممكن أن نجيب غذاء ملكي، سواء يعني إحنا بنكون أنتجناه سابقا أو بنكون ممكن أن نشتري كمية هيك صغيرة من الغذاء الملكي الصيني ونضيف له بعض نقاط الماء حتى نعمله يعني نرفع نسبة الرطوبة فيه، ويصير عندنا مش يعني طري كثير يعني ولا بده يكون جامد كثير، يعني حل وسطي. فبنحط في كل كأس من هذه الكؤوس الملكية نقطة صغيرة جدا، هذه النقطة الصغيرة هي الهدف منها انه يعني تحافظ على اليرقة الصغيرة هذه من الجفاف. وهذه يعني الطريقة اللي هي طريقة المبتلة بتكون يعني بيستخدموها الناس اللي بيستخدموا الإبرة المعدنية هذه في عملية النقل. أما الطريقة الجافة فممكن إنه أنت ما بدون ما تضع غذاء ملكي في هذه الكؤوس يكفي إنك مثلا تجيب بخاخ الماء هذا اللي بيستخدموه الحلاقين وتعمل بخة صغيرة هيك فوق الكؤوس الملكية هذه، بحيث إنه ينزل كمية قليلة جدا من الرذاذ في الكؤوس الملكية حتى تحافظ على رطوبة اليرقات الصغيرة لحين ما أنت تنتهي من عملية التطعيم، ثم تدخل هذا حامل الملكات إلى الخلية المعدة لذلك. طبعا في عملية التطعيم الجاف ممكن أن نستخدم، أنا بسميها الريشة وإحنا عندنا بنسميها الريشة، اللي هي هذه الأداة الصينية اللي بيكون هيك لسان. هذا اللسان لما أنت بتدخله على في العين السداسية وبدك ترفع اليرقة بيرفع اليرقة مع الغذاء الملكي الموجود عندها، وبتنزل طبعا بحذر بتنزل هذه اليرقات الصغيرة إلى الكؤوس الملكية. وعندما تنتهي من عملية التطعيم إذا كان في بينك وبين المنحل مسافة ممكن إنك تلف هذا حامل الكؤوس الملكية بقطعة قماش سميكة، أو ممكن إنك تحط قطعة نايلون تلفه بقطعة نايلون حتى لا يتعرض للتيارات الهوائية أو تغيرات أو تقلبات الجو، لأنه هذه بتكون حساسة جدا، أي تغير في درجات الحرارة أو درجات الرطوبة ممكن هذه اليرقات تموت وتكون كل جهودك راحت على الفاضي. بعد الانتهاء من عملية التطعيم ووصلت لعند الخلية اللي انت بدك تطعم او بدك تدخل لها هذا الحامل الملكات، بتدخل هذا يعني ببطء شديد هيك، بدك تكون حريص انه ما يصير في عندك اهتزاز
في الحامد الكوس الملكية وتنزله بحذر، وثم تضع غذائي علوية وتضيف تقريبا 1 لتر من المحلول السكري كتغذية. في اليوم الثاني بترجع بتكشف على هذه التطعيمات اللي انت عملتها وبتشوف نسبة النجاح عندك. اذا كانت مثلا نسبة النجاح واصلة 70%، 80%، 85%، ممكن يوصل معك 90%، بترجع هذا الاطار. وبعد 3 ايام، بعد 72 ساعة، بتيجي بتسحب هذا الاطار وبتنفضه من النحل اللي موجود عليه وبتأخذ الغذاء الملكي منه وبتعيد عملية التطعيم. إذا ما بدك تنفض هذا الغذاء أو ما بدك تشيل الغذاء الملكي في نفس الوقت، ممكن إنك تشيل اليرقات الموجودة في العيون في الكؤوس الملكية وتعيد التطعيم مرة ثانية حتى تحصل على كمية غذاء أكبر. لكن على الحالتين، انه في اليوم الثالث من عملية التطعيم وقبل اغلاق البيوت الملكية هذه، قبل اغلاق الكؤوس الملكية، المفروض انك انت تشيل الغذاء الملكي، لانه الغذاء الملكي بعد عملية الاغلاق تبدأ اليرقات باكل هذا الغذاء الملكي، وربما تتغير خصائصه ويتغير لونه. يعني المفروض انه باليوم الثالث أو بعد 72 ساعة بالضبط بدنا نشيل الغذاء الملكي. يفضل دائما في هذه الحالة بأنه يكونوا 2 اللي بيشتغلوا، يعني واحد بطعم وواحد بجهز الخلايا لعملية النقل. طبعا في طريقة تكملة إلها، لكن ربما تكون صعبة على النحال، وخصوصا إذا كان بيشتغل لوحده. لكن إذا بيشتغلوا مجموعة من النحالين، ممكن إنك يكون في عندك 3 إطارات في الخلية الواحدة، وهذا ربما للنحال المبتدئ يكون صعب. لكن احنا نكتفي في هذه الطريقة، وإن شاء الله بتكون طريقة ناجحة، والعملية تحتاج إلى صبر وتدريب أكثر، يعني أكثر من مرة، بدك مرة وثنتين وثلاثة وربما 5 و6 و10 حتى إنك تتقن هذه العملية.